لا تيم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، كلشي مزيان. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، كيف العادة غتكون صحية فيها البروتيين وسريعة وسهلة. دونك الوصفة ديالنا ديال الحلوى بالجزر. دوكو غادي نقدم لكم المقادير اللي غنحتاجوها. دوكو غادي نحتاجو لا فارين العادية، غنحتاجو 150 غرام، غادي نحتاجو 50 غرام ديال لا فارين ديال الشوفان، غنحتاجو معلقة كبيرة ديال لاكانيل او القرفه، غادي نحتاجو الحليب تقريبا شي 60 مليليتر، غادي نحتاجو لي نوا دو بيكون مخلطين مع شويه القرقاع، غادي نحتاجو البيكربونات واحد المعلقه صغيره، غادي نحتاجو لوفور شيميك، غادي نحتاجو العسل الحر، غادي نحتاجو بيضه، غنحتاجو ويل دو كوكو، الجزر بالطبع حيت هو المكون الرئيسي، ونحتاجو دانون ناتور طبيعي وشويه الملحه. ما تخافوش، غندير لكم المقادير كامله في صندوق الوصف باش يكون عندكم بالتدقيق المقادير. يلا تبعوني دابا، غادي نبداو الوصفه على بركه الله.